مخطط عصرنة خدمات الانترنت والتحول من الربط عبر الأسلاك التقليدية النحاسية نحو الألياف البصرية هو ما بشرته اتصالات الجزائر بوتيرة متسارعة لينتقل الطموح المنشود إلى حقيقة يلمسها المواطن. تنفيذا لقرارات وزير القطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مدير العام لاتصالات الجزائر، تم والحمد لله بتوقيف الشبكة النحاسية القديمة واستبدالها بالشبكة للألياف البصرية لضمان الجودة والتدفق العاليين لزبائننا الكرام. لذلك قد تم تسطير برنامج ومخطط عمل لإنجاح هذه النقلة النوعية وتنسيق بين كل الفرق التقنية والتجارية على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر، ويتم في نفس الوقت بتوسيع شبكة الألياف البصرية على مستوى كل الأحياء التي لم تربط بهذه التقنية. اليوم وبمجرد وصولك إلى إحدى وكالات اتصالات الجزائر فالانتظار المطول وصعوبة الاستفادة من الخدمات أصبح من الماضي. كانت عندي نونسيان لين 021 القديمة، كان دخلوا في الحومة تاعنا FTTH لا فيبر اوبتيك، بدلت وبون جيت درت اون دوموند دو باسكولمون وصام ابري 10 مينوت 10 دقائق فرات خلصت، ومدايرين بروموسيون اون بلوس تدي المودام بلوس لابونمون 2000 دينار. كنا 2 4 6 دوك رانا 20 ميغا ودوك فوز ابي لومبارا دو شوا، تحب تطلع لا كونيكسيون تاعك تو ديبون دي مويان فينونسي بيان سور، كل واحد يشوف واش يخرج عليه. هذه هي ميزا بار سا ليتابليسمون ما شاء الله. Tout le personnel il est extraordinaire. الحديث عن الاستفادة من خدمة الألياف البصرية قد يربطه العديد بزيادة السعر نظرا لسعة التدفق التي تشهدها، إلا أن اتصالات الجزائر ميزت هذه الخدمة بأسعارها الترويجية التي تمكن المواطن للاستفادة من الجودة والسعر المعقول. إذن برنامج المسطر من طرف المديرية العامة لسنة 2023 فيما يخص عصرنة وتحديث شبكة الاتصالات، وذلك بانتقال من شبكة النحاسية إلى شبكة الألياف البصرية وربط جميع الزبائن بالتكنولوجيا الحديثة التي تضمن للزبون تدفق عالي يصل إلى 300 ميجا. مواكبة عصر السرعة والتماشي وفق مخطط عمل الحكومة عبر الانتقال نحو الرقمنة اليوم، ومع الخطة التي بشرتها اتصالات الجزائر من خلال تسريع عملية الربط بالألياف البصرية في جل الولايات والأحياء والمؤسسات، من شأنه المساهمة في خلق بيئة رقمية وفق متطلبات العصر.